إن لقى محا إن لقى جدبون هذا إنه نايرير سيسي إن لقى وحا إن لقى جدبون وإنه كخص بنا حي أرنتن إن أي نقول كجانو محايا لي وحا كحيران مستقبل كعرورتين وحا كحيران دادكين يديغان كينو إن أي سي جيران إلى يدكور يهي مر هذي تكتي أو أباب الوضع موسى أو ما أنت عيدهم عيد ما هو من يو إلى يندد كين يدل كين الدفاع عنه يا إنا لجود بون وحين لجود بون قف كست أو قانجار أه أو حل كسة إنه السد ياريو إنه ديجان كيس دفاع ذو وحين لقد بون قف كستا وضيقة الدبات شركة أه يويل كقانقار كيه إن أي قاتان تببر دق دق أه أو أي كت تببران أيان عيدنك وحين لقد بون إن قف الباب وديار قروبه سيدي وحوشن أسو قبا قبيل لها وحد مودا إن أي نمركي هران سهلاني عيدا مدن قريه إن كسو سقيي maalin badegmo iyo tuulo soo qabsanayay hadeerna aynu ilaahay hadda sahlanayno waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la xareyn oo iska daa ciidamadeen ee dadkii shacabka ahaa ee wadada marayay iyo dadkii waala iyo dadkii xanuusanayay iyo mayd maxaa la sii sida ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halka marayay ninka sheekha ahaa lagu dilay ولكن إلى أن يكون هناك أي موتى 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 إلى أن يكون هناك الله عادل وجوش النسيب إنه حيصنع وحي بشن رمضان كدم بيا إلى يذكر يحي ما أنت إيد الإيدي وحن الله رينا ما شرتو وحن الله رينا ما شرتو هذه خير شيخ إسحاق إن بعقل وكدم بيو الروح هذا نجاك حيستان قريه هذه كلن نقدان deegan kooda ha ku ekaadaan dalkayaga ha nooga baxaan kala jaamaca garabacday ee graafi guud ee bashar ulbahantay horey wuxuu u sheegay hadal taariikhda galay maanta oo ciidana waxa uu sheegay in ciidamadooda ay fasaxayaan isaga oo fariintii ugu adkayd ee u diray Soomaaliland iyo sidoo kale beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyaba ciidamada waan fasaxaynaa uu leeyahay xaggee uu garaadka u fasaxayaan ciidamadooda aad u mahadsantahay laysoo ummadda Soomaaliyeed oo salaamaynaa waan ka dhagsannay xaaladda magaalada Lascaano labadii bilood ee ugu dambeysay ee dagaal xoogan ba ka socday Soomaaliland waxay oraha dhashaabkaasi ma jiro haday noqoto hub kale ciid si kala duwan haday madaafiic lagu garaacay ay noqoto maanta laftirkeeda ciida wararka qaar ba sheegaya in madaafiic ay soo riyaan ciidamada maamulka Soomaaliland waa maalin yoomul faraxa إن الشعب يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول لك مدافع مدافع أيوة رمضان النوان وين وحيد عيد إن درقات بضن هي ترنيمة بضن بي سميين بل أمن سنة عيدا من الجماهير تاكوسو من مغلد الله سبحانه وتعالى قرأت كأرين كان ما انتو قهد لي وارين لسوغيين شعب الصوماليين لسوغيين شعب الجغلاد إسي سينا إسوغيين وحيد محاي إذا ما ظن هو أروني مجال الله سبحانه وتعالى كذا كقبرية هذه أي سن دفاعي شعب كم إذا في عدل هو قراءية إلى نباتين يا مال والله مركا أرنتن وحد مدام هذا الكمبا وهذا الحل جيسي كسو آذي لذبينا مرة إلا هذا لكن ما أنت يكسو آذي عيدة عيدة مدر وحي حيرنا يسيدة هراء شيئا بقرادي دي اسم هذا إلي جانس الله إلي حوقت عبادة لابن عبادة الوجري إلا جانس دم أولي سنة إلا يبقى ومضى مسلمين كان آد أي bishan ugu dadaalan cibaadada maadaama arintaasi ahayd marka dagaalka ayaga dhankooda iyo weerarada way joojiyeen walow marka hore ayaga laftirkooda ay weerarada qaadiyeen oo qayb ka ahayn weerarada ay labada dhinacba qaadiyeen haddana way joojiyeen bisha ramadaan wax weerar ay qaadeen ma jirin laakiin ciidamada Soomaaliya in laga arsan way waan ogeyn in madaafiic magaalada lagu garaacay daraada ugu dambeysay madaafiic fara badan in magaalada lagu garaacay maalin kasta in magaalada maxalliga ah dagaal iyo weerar joogta ay ku hayaan marka ciidamadan faraha badan ee beelaha harteed ku kulmaan ee meesha imaaday waxay ka qabanayaan mar waa in la fasaxo sax oo ka jawaabaan madaafiicda ee u dhaxa suuqa
عندما نعمل كسومالي أو إيجيسنا المركزة. وتأ سيدك الحوشة جاي وهذا الكيس كم لها؟ إن ديجا نبضن أي قبضتين سومالان سلمر كان أي كسر سقيان ديجا نسومالان قبضتين وقوي قلتها. إن هرت واحد ديجا نهات ستة وسبع قبضتين مجلس تنقل الغرابة صديق جوجا عدي أنتم حزت ولا سمكاب ولا شيء من الصديق أي كسر مستين إن أو أي يعني طبعا نور هو العين صديق العلا صديق جالس لقى صار إن إذا ما لسي أي دفاع إذا ما إن عكلت شو درت وعلوم ناسكوا ضيع أي سمين إذا ما المامور كسومان لان أي كسر يعني إن عبورته هالجد ويسوس تكل ويدو إذا ما الجماهير تي يكور تي بركة طبعا سقطان كوجرة ديجا نفر بضن يكسر سقيان بجرو اسكوا ضيع بضن بجرو إن وحي نعيا بضن بهران إن مركز مقرر لك صو وران سالوا بينا مدحونا مامور كسومان لان يتنس كوجرة إذا ما سومان لا إن لح يعني قرب مسي محل جري لح يعني جهو أما يعني لحت العربة أو أبغى أو يشجعن إنه كوب أبصر من هذا الرأس عنه أي دياريا استراتيجية أوه رئيسي لح كوبادا وهذا الشعب كي يسكون جيو يعيد مظه وأنا وين عارين كمال يتب العربة وسجل أنت كبر حي جاجوسين بعيد ماذا كنا حجستو ينبع ناس وحري ضرها وين يناصر ناس وجري شكرا وين وجي واستراتيجية كوباد إل رئيسي الشعب كي يعيد مظه مسكوها كانوا تنقله تو وحيد لعبة دريل من حجبس صدح قف الجدرة تاني أنت إذا ما جمهورته أقصد من هذا لسانه وعي أرين أيضا أنا ماشي كوجرتوا أسكو درك شعب يبلش يسكو جيليو قريب كا وتجار كمصبيحي أي مركزي قريب كا وجه صدحات يا رب إن تجار كوجرة لما ما تلياشي إن جوجع دخوسنا أنت هذا بدن قارن وايد تين قارن ولا بدلا قارن وضاعي واججر لو في لو مصبيح هذا ويا هاي أيام كاني سنديقوين أقواجع ده سفيره جاميان وجي غلبات إعتقالك مغلد الله سعره أيضا هو استراتيجيات رسوب وعيدوا المملكة سبالنا الآن وأنه كوجهان وجي غلبات إعتقالك إعدنا عكرة وحالة بالعوي أو مصبح المملكة سعيد بالعوي إلي بيالها إساق يعني اللي رجليه أو لطوصو بيالها ارتيد وحي سمينيا أيضا عيدا ما يسكسوا قريان وعيدا ما مركاسي بيالات أو أيضا اللوغة طيب قليو وجيغا إعلابات إعلابين وقبسة مقالة الأسعان ووجد الأفراد تنكر أتو وحي بدلين أمامبا سراكيشي أي أمانينيين إن مركاسي أي قيب أما نوغليني أي كوليجين إن عيدا إسيسي أما بيالهان بيكسو جيدا لما وحل غشري قولا ركالتي مامونك سوماليلان وانا لغب بحيي فريما هوري أدقالك أيضا استراتيجيات كاراتو والله هو إن هو ود عيد من الإس سي. يعني أنا أكره هذا كان هو وعبد ماضية ومركزي إن كرد ده كيف هذا الوجراء من اللي دلها سنة. أيضا نقيب يكتها وجد إن وجد كأنا تضرر اللي هو قلب الله هو إني مدرى الله سنة دبل وقت لكن أنت هسيب مسؤول تجلسه وحلم إذا ما كان فصح لام بهينا ما أنت هدوقرات كفصحي إذا ما أنت الله رأي قاعد دوران ما راح الوضع قلنا دوران ما نقول دوران. إن ديجانة أوجي وحلا جهاضي. وطهي. إن سيدك لو حوش يجي إن أي سمال لام باللوضي إن جاديد ك ككل قوش الله سبحانه يقول الله كل سمال لام أي باللابين إن أي جوجيان إسلام مركانا تذكر أمة لينيان إن غير الله سبحانه دين أي كل ديجانة إسلام مركانا أي دليان أنت سمال لام سو أي يفعل حماكم معه. طبعاً. وحنا دا نعرف كيف هذا يبغاتني يضم يقلي عبلي إنه وراء الكيس رسيسه. وأنا هند كنت سيسا وحي كسر دي مغالي الله سعانه لحي يطبان كسر وقود المسام بلهان قبلي جاي سيسي إنه ولي هالكاذا كسعطو ودباعتادي أي ولي هالكاذي متكسي سعطتا إن الشعب انتي قالي لدي دول لديلو دواحي زيادة نيسي مجرتو وهان أتكاين يساول حالة دي أتكاين يقود حيسي لبضا قول إعدين عكريتو أيضنا وحاجرتو إن دتري بومية وجوج عادي إيه اللي عيد هذا المملكة السومالية الحوار بقتل إلا نجيبه عيد إذا كنا ين عيد وجه كنا ين مجرد تقال لكم مجران تذكر أنت لقى غفطة أيه حمية أنت لقى كتين ضيعه أيه اللي وحبسين المجرد ليه خس بكل شيء أنا ينعي إذا ما ذكر من هاي واللي هو حلو خس فينا دهان وحام هاي بعشر مجرتين مركا بدوار وعلم بالغبطي سيدقرات كوشيري بدري مليا لغبطي بدري كابا لغلد ديكي بابورتا دي إني سو أهل تنواري سي أبو ريسا لعب خورله يقولوا إنه تجعله كرتو، إنه مركز هيك أرطان، إذا هذا كلمة ما ممكن سونال لا، ولكن أبكم مال والبا أيام مدائن وجاري. واضح. بالأصل سيدى جسم هذا الخجرات كفوج. نصيب دره، وحين كل عيد إلنا حل علادات، إلنا جو أينان دونن، قريهن إنه وجود تمت. إلى يدكور أين دون إلا كيس أين كخصبنهاي إذا ك
فرديا بوره هنقدر شودة إساق مجال هذا اللد عيي مدافع ده دولم وحيكويه شريتان كنا أمت شريتان كده وحيكو حرني هاي هنا إلا هذا حي دعان يدنتي ده جود أو إلى شنكر يسوع لبدا هدي لجسو دوله ودعان كده إلا جع عن مروجي يلا إسكود ديو دنتي ده جود اللي يراه ده كمت شنكر يسيد شريتان كده بالجسو دوله حق بين أول هذا حي رب السيء دتك أجو جرابيه إلى دفاعته نصيب دره وناكسته أول ودي سلح كسته أول سوق عادي أما دولة الصومالية هوده أما إنترناشنال كوميونيتي هوده تلس كاموسا بيحي يمام الكيسو ويكجع عن تاكتين دولة فدرالك وما هدينا لنا لا وعيدا ينوقع وما هدينا لنا جرجارك وما هدينا لنا إلى يدكور يهي إن حاصل أي حق ولا هاي المرول با هسيش وأنا كجرابينا وأجو عذر دارينا كما أينا فيلين طالم كي إلى وضع هذا الفران أرنتا سقريب ينقول نقطي إنك استوى آيان إن خصين هدنا لين دالمة أما مامل دولان أو دت دبية أو دت كي سومالية دبية دولة سومالية كمين نفلين إلى وضع هذا اليسود وين بل وحين نفلين هدي حتى وضع هذا الكسعود أو دبات هذا اللي على هيد إلى وضع هذا الكجوجين لهاين dad ka reer SSC raanti arinta dawladooda kama filayn in ay aan garowshiyeen ama ay indhahooda ku yaryihiin way u arkayaan dawladda waxaan u leenahay arinta hal la joojiyo ilaa inta uu maamulkan Muuse Biixi kala baxayo deegaankan iyo dadkan inta uu ciidamadiisa kala baxayo دولتنا الصومالية وحبت موديس يحضر إن يكحد لا أدقيهن إنترناشنال كوميونيتي وإليهن لبتو ما قيب سما ما قيب سنة إلى يدو كورو يهي عدبا ودة أسيا شدد با وحيليهن حلقي إسلامتي تري ملانيك حو قال قبر إذا كما المدل وينه هجرشة كوتشرتا الانترناشنال كوميونيتي يجا بحيات لقالها المعمول كسومالي لان وكوك صعوده اي كل لقاقان اي لقود دبيان دولة تشيرو او واوين او دل اه او لاقون سي يحيبا عالم كوك عانتا كل لقا او خصبا الي خلادات كا اي سمين ايان اي جوجيان انتا انك بدن بالاقا في ليي ايو انتا لاكيسي ولكن هذه الدولة دين الصومالية يهي بعد آمان الموسى وحي نفيل إن إنتو الكي قعنتو دقبت قعنتي سقبتو إلي أشيغان أرنتنو أفيدين يحي وحان نباتا أحي علاد يديق وحان أحينو أي كدن بين إيسا أمال لقد لحل يأين ينشرين نصيب درو تلكي مركا لقد ريبو بيش أقر حجيس ويدو بنانكا كاستاكتي لباتا صوتا واي كرع سيهن اذا ما يقولوا رين ايان ويكسو هم ايان ويكو غراب ايان وحيو اركان ان ايجا دولان لغي حي عقليات داسي ان اي لبدجلية كان يسو امام ملايين اينو عقليات دا اوران ايسا وشالي نعيدا وكا إيمان كرا قرو ونعيدا كما إيمان كرو أقلية داس أقلية دينا كلا سارة إيسا إنا يوك تحي لو ملايين مايو أقلية دا أورانا إيسا لولكيغا أناليه و أمد الصوماليات قحوتيغا إيه كمسو ديغي كران لولكا رير أساسينا إله باليه و ويلو وضلين حي أقلية داس أقلية دينا كلا كحين إيسا
ومأكا عقليات دوران اي سبرو عدو الشيدة حبرج علي عيسى موسى اني كلا شاكتانو اسكو حيان مانتو اسكو ديليان وران اي سا عرر هير اساسينا واتمر حبال تالا عقليات دا وي عقليات دا انشيغانتا نحدر اي كشا قينا يسو عقليات دينا كلا كحينا يسانا ماها إن لقى محا إن لقى قدبون هدين لا يرير اساسي إن لقى وحا إن لقى قدبون وإن لقى خصبان نحي أرنتن إن أي نقول كقالنو محا يالي وحا كحران مستقبل كعرورتين وحا كحران داتكين يديغان كينو إن أي سي جيران إلى يدكور يهي مر حدي تكتي أو أباب الوضن موسى أو ما أنت عيدهم عيد ما هو من يو إلى يندد كين يدل كين الدفاع نو يا إن لجود بون وحين لجود بون قف كست أو قانجار أه أو حل كسة إنه السد ياريو إنه ديجان كيس دفاع دو وحين لجود بون قف كست وضيق تدبات شركة أه يويل كقانجار كه إن أي قاتان تبر دق دق أه أو أي كتب برانا يان عيدنك وحين لجود بون إن قف الباب وديار جروبه سيدي وهوشن أسو جب جبيلها وحد مودا إن إلى مركي هرنا سهلني العيد مدن قريه إن كسو سقيي maalin badegmo iyo tuulo soo qabsanayay hadeerna aynu ilaahay hadda sahlanayno waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la xareyn oo iska daa ciidamadeen ee dadkii shacabka ahaa ee wadada marayay iyo dadkii walaa iyo dadkii xanuunsanayay iyo mayd maxaa la sii sidaa ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halka marayay ninka sheekha ahaa lagu dilay ولكن إلى أن ترالا كشراء مودا إلى أن تكون إيانا أي وحب الله حرين قنية قنية كاغويسة وحان عالم كاي دولة الصومالية يوم الصومالية بأن أشيغينا دولغات كوانا صور الماضي أنت أن دولغات كريني وأن دولغات ني وأن أودنا طلبان أولينا هي الله عادل وجوش النسيب إنه حيصنع وحي بشن رمضان كدم بيا إلى يدكور يحي ما أنت إيد الإيدي وحن الله رينا ما شرتو وحن الله رينا ما شرتو هذه رياش إسحاق إن بعقل وكدم بيو الروح هذا هنلاقك حيستان قريه هذه هكلن نقدان deegan kooda ha ku ekaadaan dalkayaga ha nooga baxaan oran mayna laga guuro gurigeenba iyo goob xun joogsada ah waxaan u leenahay deegaankeen iyo dalkeenaba ku noqda walaalayaal oo inama wada qaada deegaankeenu taladeenu in taladayadu in lama wada qaado wiilka baydhabo jooga iyo wiilka hargeysa jooga anaga nooma kala duwana wiilka barbara jooga iyo wiilka baraawo jooga soomaalinimada ka soomaaliga abaaban xiga ee baydhabo jooga iyo ka barbara jooga ee soomaaliga ah baan xiga inaga maxaa ina deeqa inaga midnima ina deeqda inaga ilaahay nimcadan uu ina siiyay ee quluubteena isu soo dumay ee danteena inaynu ilaashanno waxa laalay iyo wixii waxyeelaya dhibaato u geysanaya arinta uu sheekhu ka hadlayay cadawgu inagu soo daayay khamriga ah la rabo in wiilasheena la isku dilo sidaynu uga hortegi lahayn wax allaaliya wax ilmidnimadeena wax yeelaya sidaynu u ilaashan lahayn yaa ina deeqda oo ilaahaydu ku roon yahay inaynu ilaashanno oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxaa ina deeqda in aynu umidowno oo aynaan waxba kala harin dhibkan ina dul saaran sidaynu isaga qaadi lahayn waxaa ina deeqda dadkeen dalkeenna iyo deegaankeenna oo inoo xora oo wiil asaageeni uusan inagu haysan ama inagu handadayn waxaa ina deeqda inaynu talada soomaaliyeed ka mid noqonno oo aynu go'aan ku leenahay aan la inoo talin waxaa ina deeqda
in wadankeena iyo deegaankeena qof kasto Soomaaliyeed uu ku soo dhawaan karo degi karo oo ku noolaan karo oo aan wiil kale oo Hargeysa ka yimid uusan ka kaxayn karin oo ka eriyi karin waxayna deeqda inaynu Allah Azza wa Jalla si xor ah u caabudno inagoon ka baqayn inaynu masaajidka nimaadno ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu intaa wanaagsan ee aanu doonayno uu noo soo dedejiyo inta xun ee aanu ka gelgelinayno ama ka baqayno ama aanu iska caabinayno inuu naga dulqaado Allah Azza wa Jalla waxaanu weydiisanaynaa cadowgaana dul fadhiya maanaan doonana guryahayagiba dul fadhiyaay ilaahu naga dulqaato ilaahu guryahooda nooga celi ilaahu naga foge ilaahu haday naga tagay sidaa nooga guuleysay ilaahu nooga guule ilaahu nooga guule ilaahay saasaynu weydiisanaynaa ilaahu intii naga dhimatay u naxariiso ilaahu inta naga dhaawaca u boogadhay ilaahu inta qaamaysan ee deymaysan ilaahu adaa ka bixin kara ilaahu ka bixi ilaahu u soo dhawe ilaahu inta kurba hayso ee anaga naga mid ah ilaahu kurbada ka dafayd ilaahu intii qof walba anaga naga mid ah wixii wanaagsan ee khayr ku jiro ee uu qalbiga ku hayo ilaahu u soo dhawe ilaahu si ilaahu ciidamadayada noo barakee ilaahu noo barakee ilaahu quwadooda weyne ilaahu midnimadooda adke ilaahu cagahooda dhulka ku adke ilaahu cadawgooda jabi ilaahay saasaynu weydiisanayna ilaahu tolka noo soo hiiliyay ee noo soo gurmaday ee walaalaha ayaa ah ilaahu wanaaji ilaa soo maqlaysa wuxuu dhahay reer sheekh saaq hadii aqli uu ku dambeeyo waa in caruurta la sheegayaya waay caruurtu waa caruurtii jaamacada waa kuwii iskuulada waa kuwii maxal dhihi jiray maalmihii ugu dambeysayba qaab beeleed ahaan lagu soo daabulay waa inay dagaalkii ugu dambeeyay ka dhacay meesha la yiraahdo Maraaga iyo guriga buurta hodan midii dadkii ilaa xilliga la qaadan laayay waa caruurtii jaamacada eelkii isbitaalada ay tegayaan qoobii xarumaha dowladda ay tegayaan iyo talisada ilaa iyo xilligana ma jirto cid jawaab ka siinayso marka ninka aqligiisa uu tusay in caruurtii jaamacadaha ee u dagaal soo geliyo maamulaysa adiga inuu badbaadiyo absolutely may dagaalkaasi waxay sheegeen maamulka Soomaaliland oo ku adkaysteen in General Morgan ku jiray General Morgan wuxuu ka soo deeyay magaalada Lasaanad waxa iska filan jamaayirta iyo dadka u dhashay meesha dhulbaantaan la dagaalamay bil iyo shan iyo toban bil kaliya dagaalka ku jiray wixii ka dambeeyay dagaal weyn oo dhacay ma jiro baankaa in dagaalkii maan dhawayto ay ku hayeen lix iyo labaatan ka sargaal ee sare hoggaaminaysa ciidamada maamulka Soomaaliland takale arinta aqli darada iyo waliba sidoo kale to ummadii Soomaaliyeed ay ka yaabay yihiin nin Maxamed Siyaad Barre dagaal la soo galay ciidamadiisa ka mid ahaa Ethiopia laga yaabay inuu ka soo dagaalamay dagaalo badan khibrad u lahaa yaa dagaalkan ku jabay ma u maleeyaysa Carruur Musabbihi adeer u yahay oo shareeto garaadada iyo maxamed jiray jananada ay yihiin lagu siiyay ilaaleer iyo maxamed jiray wiilkayga weeye ma u maleeyaan dagaalku waa gaabinay oo khibrad dagaal aan lahayn ayada laftarkeeda aqli xumada iyo qayb ka tahay marka jabkan ciidamada maamulka Soomaaliland soo gaaray anuu dabcan beesha raysnaq waa beer yani beesha sharaf badan oo walaalaheena Soomaaliyeed oo Soomaalinimad ka jecel laakiin waxaanu inagu haysano waa inta la aqliga Musabbihi waxaan mar walba qabiil u soo qaadayno waa inta la aqliyada noqotay Musabbihi dulbaantee maal walba garaadka soo leeyahay iyo dhinac kasta mas-uul walba u hadlo wuxuu sheegayaa in beesha Isaaq iyo maxadii jirin ninka la yiraahdo dulbaantiya beelahan Soomaaliyeed inay yihiin dad walaala xajis baan ugu waxay ka hadlayeen iyo siday maxadii jirin u difaacayeen shacabka marka ma licbin laakiin waxaan tusaynaa dulduleelada iyo dhibaatada meesha uga imaanaysa ka beel ahaan way iska jiraan aad iyo aad baa mahadsan daawada arintaas aan ku soo koobaynaa barnaamijkii koobnaa aynu ku falanqeynaynay hadal ka soo yeeray garaadka guud ee beesha dhulbaate kaasi oo sheegay in maanta oo ciida wixii ka dambeeya ay ciidamadoodu fasaxayaan islamarkaana ay tallaabo ka qaadayaan ciidamada maamulka Soomaaliland ee sida weyn isku soo abaabulay islamarkaana u kordhagay magaalada Lascaanood deegaanada ku xeeran soo qabsaday wixii ka soo kordha wararkeena dambe iyo falanqeynaheena aan halka idinku soo gudbin doono ayaan idinku soo dari doonaa balse kankiis xigeen dar halkan dib u kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.